كل التحية والتقدير لحضراتكم أعزائي المشاهدين، وكل التحية والتقدير لكل مواطن مصري شريف بيحب بلده بجد، بعيدا عن البحث عن نجومية زائفة أو مكاسب واهية. بيسعدنا أن ألتقي حضراتكم من خلال هنا مسبيرو على شاشة التلفزيون المصري، تلفزيون الشعب. ومن حسن الطالع ومن حسن حظي أن ألتقي مع حضراتكم في تاريخ عزيز على قلب كل مسلم وذكرى الهجرة النبوية الشريفة، هجرة الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة التي ازدانت ونورت أكثر وأكثر بوجود الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر الحبيب وجبت الصلاة عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات، وعلى آله وصحبه وسلم. بسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء، في هذه الذكرى العطرة، الأستاذ الدكتور رشدي شحاتة أبو زيد، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة حلوان. أهلا بك يا دكتور، وسعداء بوجودك معنا على شاشة التلفزيون المصري وفي هذه المناسبة الكريمة. أهلا ومرحبا بكل مصري ومصرية، وكل عام وأنتم بخير. فاصل أو نخرج أعزائي المشاهدين لتقرير، ثم نبدأ على الفور هذا اللقاء الطيب مع الأستاذ الدكتور رشدي شحاتة. سنة والشعب المصري كله بخير وبصحة وعافية إن شاء الله، والأمة الإسلامية ربي يعون ويعود علينا الأيام بخير، وعام هجري سعيد على المصريين وعلى الأمة الإسلامية وعلى الأمة العربية كلها إن شاء الله، والسنين اللي جايه يكون في تقدم وازدهار لبلدنا والوطن العربي كله باذن الله. بمناسبه العام الهجري الجديد احب اهني الامه الاسلاميه والعربيه بالعام الهجري الجديد، وسنه سعيده عليكم. عيد راس السنه الهجريه بنتعلم من هجره النبي عليه الصلاه والسلام ازاي ننظم حياتنا وازاي ننظم اي عمل لنا، وبقول لكل الامه الاسلاميه والامه المصريه كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله باذن الله يبقى أحسن عيد هجري علينا إن شاء الله اللي جاي بإذن الله. أحب أهنئ الشعب المصري بالسنة الهجرية الجديدة، كل سنة طيبين بعود الأيام وتبقى سنة هجرية مباركة عليكم إن شاء الله. بقول للشعب المصري كله والمسلمين جميعا كل عام وأنتم بخير، وربنا يا رب يعود عليكم الأيام بخير، وكل سنة وأنتم طيبين. كل عام وحضراتكم بخير، الأمة المصرية والعربية والإسلامية والقيادة السياسية، نهنئكم باسم التلفزيون المصري بعيد الهجرة أو ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. نبدأ مع على الفور مع ضيفي الكريم اللي برحب به مرة تانية، معالي الأستاذ الدكتور رشدي شحاتة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة حلوان. ونبدأ على الفور يا دكتور من هذه الهجرة النبوية الشريفة، وإحنا يمكن التاريخ كمان جاذب، النهاردة 1 محرم 1444. نعم. الدروس المستفادة من هذه الهجرة بعد مرور كل هذه السنوات، بنجد الهجرة النبوية عايشة معانا وفي تطبيق فعلي لدروس مستفادة من الهجرة النبوية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسل الله أجمعين. واقعة الهجرة التي حدثت وتحدث الآن، لأن في مصر الآن نهجر مصر القديمة إلى الجمهورية الجديدة، دروس مستفادة من الهجرة النبوية الشريفة. بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعنده 40 سنة، قضى 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة المنورة، وانتقل إلى الرفيق الأعلى 63. مدة البعثة كلها 23. صحيح. الفترة المكية 13 والفترة المدنية، ولذلك في قرآن مكي. صحيح. وقرآن مدني اللي نزل في مكة ونزل في المدينة. صحيح. الدرس المهم جدا 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 أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ أن أخبره رب العالمين بالوحي المتين فاصدع بما تؤمر، اعلن الدعوة الإسلامية، نادى يا بني عبد مناف يا بني هاشم يا بني عبد المطلب، وعمل لهم اختبار، قال لهم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ لو قلت لكم أن في خيل حصنة جاية تغزوكم هتصدقوني؟ ما حدش يصدق. قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. أعلن الدعوة الإسلامية وقال أنا رسول رب العالمين،
بين يدي عذاب شديد، والله لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا. مين اللي وقف ضده؟ عم أبو لهب. وقف كده وقال له تبا لك ألهذا جمعتنا؟ بقى أنت لممنا عشان تقول لنا الكلمتين دول؟ فنزل القرآن الكريم تبت يدا أبي لهب وتب ما تبا لك، يعني هلاكا لك. فالقرآن يقول لا هلاكا لحبيبي ولكن هلاكا لك أنت. ودي أول آية دليل على صدق محمد وعلى صدق القرآن صلى الله عليه، لأن القرآن أخبر أن أبو لهب في النار، صحيح، وامرأته حملت الحطب في النار. طب كان ممكن أبو لهب يعلن إسلام عشان كده يشكك في القرآن، يطير الدنيا، صحيح، صحيح، لم يحدث، صحيح، وظل على عناده وكفره إلى أن توفي وسيتحقق وعد الله بالنسبة له. هنا بقى الدروس المستفادة، الإرادة والعزيمة والكياسة والفطانة والتخطيط الجيد لأي مشروع كائنا من كان، صحيح، من يقوم على تنفيذه. الذي حارب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأغنياء، والذي وقف بجواره الفقراء، بلال بن رباح، صهيب الرومي، وهكذا، وسلمان الفارسي. إذن الدعوة، ولكن كان في برضو من الناس من الأغنياء بيؤيدوا الحبيب المصطفى زي سيدنا، نعم، أبو بكر الصديق، وبعد ذلك عمر بن الخطاب، عبد الرحمن بن عوف، نعم. نمرة اثنين، الذي حاربه أقاربه، صحيح، ده والذي آمن به الأغراب عنه، صحيح. إذن بالتالي هل ضعف محمد بن عبد الله؟ هل تراجع؟ هل تكاسل؟ كلا وألف كلا. إذن أنت أيها الشاب، أيتها الفتاة، يا من تقدم على مشروع من المشروعات، مهما قابلك من المصاعب والمتاعب، دراسة الجدوى التي بدأت بها لا تتعثر ولا تتردد، ودي بيعملها النهاردة قادة في بلدنا العظيمة، صحيح، رغم ضعف الإمكانيات وقلة الإرادات، إلا أن المشاريع العملاقة سائرة في طريقها، وأن الله سبحانه وتعالى سيرسل من عنده ببركة الأخذ بالأسباب والاعتماد على الذات ومحاولة الوصول لكل مورد من موارد الدولة يضر على البلاد هذه الخير الكثير، إن شاء الله تنجح المشروعات. نجح محمد بن عبد الله في ألا يتكسل لمدة 13 سنة، صحيح، في مكة، رغم أن في عام سمى عام الحزن، توفيت السيدة خديجة أمنا الحبيبة، وعم أبو طالب رغم أنه لم يدخل في الإسلام، بس كانت هناك جبهة داخلية ممثلة في السيدة خديجة تعينه، صحيح، تقويه، تعطيه المال، تعطيه القوة المعنوية، وكانت هناك جبهة خارجية أبو طالب يحرسه بعد الله سبحانه وتعالى بأولاده الكثيرة عندما يلبسون الدروع ويحطون أبو محمد. في أيضا درس آخر يا دكتور عاوز حضرتك تكلمنا عنه من الدروس المستفادة، وهو حب الأوطان. نعم، يعني برغم هجرة الحبيب المصطفى من مكة إلى المدينة، إلا أنه هو خارج من مكة دعا لمكة وقال إنه يعني أنها أحب البلاد إليه، ولولا أن أهلك أخرجوني منها ما خرجت. ولما راح المدينة وأهل المدينة يعني هاموا عشقا وحبا في الحبيب المصطفى، دعا للمدينة. نعم، الحب الوطن من العقيدة. الأوطان قبل، يعني الإنسان يحيا حياة سليمة بالوطن. كل الأنبياء وكل الرسل وكل القادة وكل العظماء، حتى أن الدين الإسلام العظيم يحس الإنسان على عدم خيانة الأمانة، والوطن أمانة. وبالتالي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحب مكة بها الكعبة المشرفة وبيت الله الحرام، وأراد أن يغير الوضع الموجود فيها. ما هو ده من حب الوطن، إن أنا عاوز البلد دي أفضل، بلد أفضل وآمنة ومؤمنة، لأن أبونا الخليل إبراهيم حطم الأصنام، سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم الجد العشرين لسيدنا محمد، الجد العشرين. الفترة ما بين سيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شوف المدة قد إيه، رجعوا الناس تاني عبدوا الأصنام.
اللي حطمها أبونا الخليل إبراهيم. صحيح. فأراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يطهر الكعبة من الأصنام التي يعبدها أهل مكة لأنه يحب وطنه، فيريد أن يكون وطنه خاليا من الإلحاد والشرك، ولم يتمكن خلال 13 سنة. وعندما هاجر إلى المدينة المنورة سنة 8 هجرية رجع فتح مكة ب10,000 مقاتل وحطم الأصنام وقال جاء الحق وزهق الباطل. إذن كل شيء بموعد وكل شيء بتخطيط. كما قلت سيادتك نظر إلى مكة وهو خارج منها وقال إنك لأحب البلاد إلى نفسك، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. ولما راح المدينة قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. صحيح. حتى بعد فتح مكة ظن أهل المدينة أنه سيقيم في مكة بلد الله الحرام وينسى المدينة المنورة، قال لهم المحيا محياكم والممات مماتكم، ودعا لأهل المدينة بالبركة حتى قيام الساعة. نعم. للمدينة ولأهل المدينة. الذي نود التأكيد عليه قبل فوات الوقت التخطيط. التخطيط. أيوة. والخداع الاستراتيجي اللي شفناه في طريقة الهجرة نفسها. لا يوجد عندنا في الإسلام حاجة اسمها سبهللة. كلمة سبهللة جاية من ايه؟ من سبها لله. لا مش عندنا خالص. امال عندنا ايه؟ عندنا الاخذ بالاسباب. صحيح. الاخذ بالاسباب واجب والاعتماد عليها كفر. لا نعتمد على الاسباب ولكن ناخذ بالاسباب ونترك النتيجه لله سبحانه ربنا. وتعالى. أي. صحيح. الله في علاه القادر القوي قال لنبيه والله يعصمك من الناس. إذن أصبح محمد في حصانة من أن يلحق به أي. صحيح. إنسان أذى. صحيح. ثم كان يجي بقى وقت الظهيرة والدنيا نور، يا أهل مكة يا أهلي يا حبيبي يا قرايبي أنا حاولت أقنعكم بأن في إله وأنتم مصرين على الكفر، سلام عليكم. والله يعصمك، ما حدش هيعمل لك حاجة. صحيح. لا، أخذ بالتخطيط السرية التامة. صحيح. بمعنى المسافة من مكة المكرمة للمدينة المنورة أخذت من نبينا الحبيب 13 يوم بليالهم. وعنده كم سنة؟ 53 سنة. 13 و40 بعثوا عند 40 في مشقة كمان. ده المشقة إيه؟ لا يتحملها الشباب. صحيح. اليوم. صحيح. جو مكة القارد، نار الله الموقدة، حر شديد. نمرة 2 ركب دابة، نمرة 3 ماشي من الطريق الغير ممهد، لأنه لو مشى من الطريق الممهد هناك قوات تبحث عنه حيا أو ميتا، وهناك جائزة 100 ناقة، يعني 100 عربية للي يجيب محمد حي أو ميت. وأجر واحد اسمه ابن الأريقط لكي يكون دليلا في الطريق، وكافر وظل، يقال أنه ظل على كفره. إذن يجوز الاستعانة. أهل الخبرة هنا بقى. يجوز درس كبير أهل الخبرة. والاستعانة بغير المسلم. صحيح. كخبير. والأمانة. أنه غير مسلم كان من الممكن أن يفشي سرا. صحيح. ولكنه أمين. أمين. أهل العرب وأهل الجاهلية كانت عندهم قيم. صحيح. رغم كفرهم ورغم ذلك. المهم أن هذا التخطيط النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتجه عكس اتجاه المدينة في البداية، لأنه يعلم أنهم عندما يذهبون إلى بيته ويجد الإمام علي نائما في فراشه سيجن جنونهم، وفعلا انتشروا في كل مكان. هيبحثوا فين بقى؟ هيبحثوا في طريق المدينة، لأن كان في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية قبل الهجرة. صحيح. اللي قالوا له بقى في المدينة المنورة تعالى عندنا نؤيدك، نقف بجوارك، نعطيك ما تشاء. فمن هنا بدأ التخطيط وبدأت الهجرة. قبل هجرة محمد صلى الله عليه وسلم هاجرت العائلات الواحد تلو الآخر. كان في إعداد. إعداد. طيب نجمة نمرة 1 اتجه عكس الاتجاه، يعني بدل ما يتجه جنوبا مباشرة لا يتجه شمالا ويلف لفة طويلة ويرجع. هيطلع جبل وينزل جبل، يطلع جبل وينزل جبل. في وسط الطريق من ال 13 يوم قضى 3 أيام بلياليها في غار. صحيح. الدروس أيها الشباب، يا من تريدون الاعتماد على النفس، الغار ده حفرة ملهاش سقف، في التراب نازل، وتحت
كل أنواع الحشرات التي تتخيلها، ما فيش حصيرة، ما فيش شمعة تنير الطريق. 3 أيام بلياليهم، احنا دلوقتي في استديو ومكيف وإضاءة، ما نتحملش كمان 5 ساعات ونقول لك عاوزين نمشي. صحيح. النبي محمد صلى الله من أجلكم، من أجل الدعوة، من أجل الدين، من أجل الإنسانية، من أجل العدالة، من أجل العلم، تحمل كل هذا الأذى وكل هذه المشقة خلال 13 يوم وكان معه صاحبه أبو بكر سيدنا. هنا بقى درس تاني. أيوة صحيح. الرفيق أيوة قبل الطريق، ده حقيقة. أيها الشباب، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالن، لا تصاحب إلا تقي. صحيح. ولا يأكل طعامك إلا مؤمن. لما تصاحب التقي يأخذك إلى طريق النجاة، كما يقولون يا دكتور رشدي، يعني الصاحب ساحب. مظبوط. أبو بكر الصديق من ضمن التخطيط أن النبي أخبره سرا بالهجرة وأعد الراحلتين الدبتين اللي هيركبوهم سرا. هنا بقى توزيع الأدوار. إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هينزل في الغار 3 أيام، طب ما احنا عاوزين معلومات، لأن ممكن ال3 أيام كان يكبر 4 و5. صحيح. لحد ما الأمور تهدأ، عبد الله ابن أبي بكر رئيس جهاز المخابرات يروح يجيب المعلومات ويجي يقف على باب الغار ينزل المعلومات تحت لاتخاذ القرار. أدي نمرة 1، أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، حامل. صحيح. يقال في الشهر السابع لما تعدى على الكفار شايلة الأكل، محدش يشك إن هي رايحة. صحيح. لأن دي هتودي لحد فين؟ خطوتين. صحيح. وتقع. صحيح. ذات شقت نطاقها لكي تربو. صحيح. طيب، أدي وزير التموين وأبيهم سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. عامر بن أبي فهيرة يجيب الغنم يلف حوالين الغار، فآثار أقدام الغنم تضيع آثار أقدام البني آدمين. خطة متكاملة. خطة متكاملة. صحيح. صحيح. كان من الممكن أن تمتد أكثر من 3 أيام. خرج النبي بسلامة الله، وصل المدينة بسلامة. أيوة. الله. الدرس المهم جدا، أسس الدولة المدنية. دي بداية كلامنا بقى في الوقفة. الدولة المدنية بعد وصول الحبيب المصطفى، إلى هناك، إلى المدينة، بدأ تأسيس الدولة المدنية. الدولة ونحطها تحت 500 خط. صحيح. الدولة المدنية التي تكفل المسلم. صحيح. وغير المسلم، وكان في المدينة يهود بني قينقاع. صحيح. وبني النضير وبني قريظة، وعمل وثيقة المدينة أول دستور. صحيح. صحيح. ينظم كيفية التعامل المواطنة. أول وثيقة لهم ما لنا. صحيح. وعليهم. صحيح. ما علينا. الذين يتشدقون والذين يقولون أن الإسلام يحارب الآخر وأن الإسلام يكره الآخر، لم يحدث هذا في تاريخ. طب تسمح لي هنا يا دكتور، وإحنا في بداية كلامنا عن تأسيس الدولة المدنية الحديثة، أن نصلي على الحبيب مرة ثانية حتى تحل البركة علينا جميعا. نعم. وعلى السادة المشاهدين. نعم. اللهم صلي وسلم عموراً. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. نعم. والخاتم لما سبق. نعم. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. تفضل يا فندم. في هذه الفترة وفي هذه الهجرة لابد وأن نعلم علم اليقين أن أسلوب مكة يختلف عن أسلوب المدينة. صحيح. وأن كلاهما يكمل بعضهما البعض الآخر. بمعنى أن الشريعة الإسلامية عقيدة دافعة، عبادة رافعة، خلق أعيش به بين الناس. عقيدة، عبادة، أخلاق. كان التركيز في الفترة المكية على العقيدة والأخلاق فقط، ما قال لهمش صلوا ولا قال لهم صوموا. دي درس للآباء ودرس للرؤساء والقادة، أن كل شيء بالتدريج. أراد أن يقول لهم أن هناك إله، فلما آمنوا بهذا الإله وانتقلوا إلى المدينة المنورة قال لهم هذا الإله يقول لكم صلوا بالطريقة الفلانية، صوموا بالطريقة الفلانية، زكوا بالطريقة الفلانية. كان التركيز في المدينة المنورة على العبادات، وفي مكة المكرمة على العقائد والأخلاق، كلا يكمل بعضه البعض. إذا أردنا النهاردة كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة 8 هجرية، قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. النهاردة إذا لم تجد أيها الشاب رزقك مفتوح وطبيعة عملك مفتوحة في محافظة، تستطيع أن تهجر إلى محافظة. صحيح. أما المعنى الآخر للهجرة
إذا كنا نريد أن نحتفل نهجر الكذب أيوة. إلى الصدق، نهجر ترك العبادات إلى الصلاة، ده الاحتفال السليم بالهجرة النبوية. نعم. حاج بتدينا بقى لازم الخطوط العريضة. أيوة. نهجر خيانة الأوطان صحيح، ونعلم علم اليقين أن كلنا شرطة وكلنا جيش صحيح، ولو شفنا بيننا من يحطم القوى ومن يحاول أن ينشر في الناس الزعزعة ويثير القلاقل والشائعات نأخذه كشرطة نسلمه للقيادات، لأن الدين العظيم عندنا ربنا قال إيه على الجماعة اللي قالوا على تحويل القبلة، لما تحولت القبلة من المسجد الحرام للمسجد الأقصى قالوا إني إن إخواننا اللي ماتوا كانوا بيصلوا ناحية الكعبة، واليهود قالوا يتبع قبلتنا ويخالف ملتنا. القرآن الكريم قال إيه؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يبقى مثير الشائعات سماهم القرآن الكريم سفهاء. فإحنا النهاردة لما نيجي في ظل بناء دولة جديدة حديثة بكافة الطرق وكافة الإنارة وكافة الإمكانات، في سبيل ذلك هناك بعض الضغوط أكيد. يستغل المستغل الخسيس الخائن هذه الفترة ويثير الشائعات، فهو سفيه كما يقول القرآن الكريم. حاجة بناخد دروس بننسحب على الوضع الحالي، على الوضع الحالي. ده كلام جميل جدا، لابد وأن نهجر العبثية اللي كانت صحيح. موجودة صحيح. العشوائيات اللي كانت موجودة، الطرق الضعيفة النحيفة التي كانت تحدث الحوادث نهجرها كلها إلى جمهورية جديدة. يجب علينا جميعا أن نتكاتف وأن نتحمل وأن يقوم صحيح. الأغنياء بدورهم في هذه المرحلة كما قام أبو بكر بدوره صحيح. وعمر بدوره وعثمان بن عفان بدوره لما اشترى البئر وغير ذلك. ده كلام جميل جدا، وحضرتك بنتكلم على أسس قيام الدولة المدنية الحديثة. نعم. دروس مستفادة من هجرة الحبيب المصطفى. نعم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وزي ما حضرتك قلت عقائد وعبادات يكملوا بعض. نعم. المدينة ومكة. نعم. هناك أيضا يا دكتور رشدي أسس للنجاح، وهو من يكونون حول القائد. نعم. رجال نعم. ونساء حول الرسول كان لهم تأثير كبير في مخلصين. نجاح الهجرة النبوية. نعم، لأن العقيدة اللي عندنا هي عبارة عن اعتقاد بمبدأ، والمبدأ يترجم إلى فعل صحيح. هذا ما حدث مع أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وكل هؤلاء صحيح. هؤلاء آمنوا أن هناك إله على العرش استوى، هذا الإله العظيم يحكم هذا الكون بيده كل شيء، ومن ثم وجب الطاعة، أطيع الله وأطيع الرسول. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا. يعني وانت بتحب ربنا وانت بتحب الرسول وانت بتصلي وبتصوم، إياك أن تجد في نفسك حرج مشقة، لابد وأن نفعل ذلك بحب وبإخلاص، ينسحب ذلك على حب الوطن، لأن ضياع الوطن النهاردة ضياع لنا صحيح. أين سنذهب عندما يضيع الوطن؟ لابد من بقاء الوطن قبل الإنسان، فالإنسان يحيا بالوطن لكن الوطن كذلك يحتاج إلى الإنسان. وفي إطار حديثنا دكتور رشدي على بناء الدولة الحديثة اللي وضع الأسس لها الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بعد وصوله للمدينة كان في تحولات سياسية طبعاً. اجتماعية اقتصادية، يعني كان في رؤية. نعم. رؤية أهم استراتيجية. أهم هذه الأسس، أهم هذه الرؤية أول حاجة بناء المسجد. لأن المسجد فيه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه صحيح. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، يسبحون الله في المسجد، فالمسجد مدرسة وجامعة تخرج الأصحاب وتخرج من يعمل من أجل الوطن والدين، بناء المسجد تمام. نمرة 2 بناء الجيش أيوة. نمرة 3 عقد المعاهدات التي تمنع الأعداء من محاربتنا، لأن أنا مش هسيب الكفار في مكة يحاربوني وأجي المدينة المنورة على جهة ممهدة ده فيها اليهود، واليهود دول شطار ليه؟ لأنهم هم اللي كانوا بيزرعوا الأرض في المدينة المنورة وهم اللي كانوا بيصنعوا السلاح صحيح. ومن زمان واليهود كده، القرآن الكريم قال وجعلناكم أكثر نفيرا
يمتلكون وسائل الإعلام الحديثة النهاردة اللي يستطيعوا من خلالها قلب الحقائق. وحتى الآن فاستطاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجنبهم. والتآلف اللي حصل بين الأوس والخزرج ده كان هو الأساس في النجاح، تأسيس الوحدة الوطنية الداخلية وتقوية الجبهة الإسلامية في مواجهة اليهود. اليهود أسكتهم من خلال معاهدة لا تعتدوا علينا ولا نعتدوا عليكم، لحد هم ما خانوا العهد وقام النبي صلى الله عليه وسلم بترضيهم من المدينة المنورة. تأسيس الدولة الحديثة في المدينة المنورة هو ده العنوان الجميل اللي وصل لنا النهاردة 1444. ليه؟ لأن التأسيس سليم والبنيان متين. لما نبدأ في الهجرة في بيعة العقبة الأولى كانوا 13، بيعة العقبة الثانية 74 75، في الهجرة كانوا عدد بسيط لا يتعدى المئات، في فتح مكة كانوا 10، في صلح الحديبية كانوا 6000 قبل العشرة سنة 6. النهاردة احنا داخلين على ثلث سكان العالم 7 مليار، احنا التلت بالضبط، احنا الربع وداخلين على التلت. كل ده ببركة ان هذا الدين حق، وان هذه الشريعة حق، وانه صادق، وأنه إن شاء الله امتداد لسيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا زكريا وغير ذلك. هو الحبيب المصطفى خاتم الرسل أجمعين، هو خير من مشى على الأرض وعرج إلى السماء. نقول إن يعني نقول الخير الختام هو الكلام عن الحبيب المصطفى. يعني لو قلنا أهم سمات هذه الشخصية اللي يمكن يتكتب عنها كتب من غير المسلمين، ومنهم العظماء 100 وأولهم محمد. كيف ترى هذه الشخصية الفذة الفريدة حبيب الرحمن؟ أولا هو صناعة رب العالمين. ثانيا الصدق ثم الصدق. الإنسان الصادق لا تخاف منه إطلاقا. الصدق يبني الدول ويبني الأمم، لأن الخداع والغش والكذب والعياذ بالله يضلل الإنسان. فمحمد صادق، محمد أمين، كل ما أخبر به حدث. في غزوة بدر قال يموت هنا فلان ويموت هنا فلان وهكذا. محمد التزم في حياته نشر السلام ومحبة الآخر، صحيح، وعدم الاعتداء على الآخر والتعايش مع الآخر. دي سمة الشريعة الإسلامية العظيمة، أن عمر أعطى مرتب لغير المسلم الذي يعيش في الإسلام. صحيح. وختامه مسك. إذا تحدثنا عن الحبيب المصطفى عن الهجرة النبوية نحتاج ساعات وساعات وساعات، ولكن احنا بناخد كده يعني أهم التأثيرات الموجودة من الهجرة النبوية الشريفة والدروس المستفادة حتى الوقت الحالي وحتى قيام الساعة. فضيلة الأستاذ الدكتور رشدي شحاتة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة حلوان، شرفتني ونورتني، ودائما كده نسعد بوجود حضرتك معنا. حفظ الله مصر. أعزائي المشاهدين، يعني سيرة الحبيب المصطفى، يعني زي ما بنقول دايما الوقت الجميل والرائع يمر سريعا. كنت مع حضراتكم في رحاب الحبيب المصطفى، في رحاب الهجرة النبوية الشريفة، في رحاب خير من مشى على الأرض وعرج إلى السماء. وإذا كنا قد بدأنا الحديث عن الهجرة النبوية بالصلاة على الحبيب المصطفى، فنختم أيضا بالصلاة على الحبيب المصطفى حتى تعم البركة على الجميع. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى أمه وأبيه وعلى آله وأزواجه وصحبه وسلم. كنت معكم أعزائي المشاهدين في رحاب الهجرة النبوية الشريفة.